عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى على ميد بونتين. معنا اليوم الدكتور مرشد مروان، أخصائي أمراض القلب والشرايين. ربح لنا اليوم باش نحكيو على مخاطر الجلطة القلبية عند مريض السكري. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. شكرا. يعيشك دكتور، مخصي قبل الدعوة نتاعنا. شكرا. ماذا بينا نحكيو شوية على شنو هو مخاطر الجلطة القلبية، وجينيرالمون شنو هو الجلطة القلبية باش المريض يعرف الحالة هذه شنو. اوكي، حبوا نحكيوا اليوم ايضا على الجلطه القلبيه بالنسبه للمريض السكري، واهم شيء نحكيوا فيه هو الوقايه من الجلطه القلبيه. معلومه هامه جدا في البدايه، كونه الجلطه القلبيه هي من اهم العوامل اللي تؤدي الى الوفاه عند مريض السكري، وبالتالي نفهموا من هون العلاقه المباشره بين مرض السكري والجلطه القلبيه. يعني الجلطه القلبيه تكون ناتجه على الارتفاع المزمن للسكر في الدم، من أهم الأسباب. ثم عدة عوامل أخرى تؤدي إلى الجلطة القلبية، كارتفاع الضغط، الدم، والتدخين. تبقى مش ركزوا اليوم على المرض السكري اللي كما قلنا في مرحلة معينة يؤدي إلى الجلطة القلبية. نبسطوا المعلومات شوية. الجلطة القلبية شنيا باش نبسطوها للمستمعين والمشاهدين؟ الجلطة القلبية هي عبارة على انسداد في الشريان اللي يغذي العضلة متاع القلب، والخطورة متاع الانسداد اللي هو يكون مفاجئ للشريان اللي يغذي القلب، ويكونوا فيه احتمال متاع اتلاف جزء معين من عضلة متاع القلب، وهذا مهم بالنسبة لحياة الانسان. والمشكل الثاني اللي هو مشكل وقتي، لانه الجلطة القلبية في الكثير من الحالات قد تؤدي إلى الوفاة مباشرة إذا لم يكن موجود تدخل طبي مباشر. الأسباب اللي تؤدي للجلطة القلبية عند مريض السكري، السبب المباشر هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين يؤدي إلى ضيق في الشريان التاجي اللي يغذي العضلة متاع القلب، والشيء هذا يكون على مراحل، يعني ضيق مزمن، وفي مرحلة معينة الضيق هذا يرافقه خدوش في الجدار الداخلي للشريان، وهذا مهم جدا في مرحلة معينة من تطور المرض، لأنه يؤدي إلى الانسداد المفاجئ في الشريان هذا اللي هو ديجا مريض بالتصلب. إذا قلنا العوامل اللي تؤدي إلى الجلطة القلبية عند مريض السكري هو تصلب الشرايين. شو الأمراض اللي تؤدي إلى تصلب الشرايين؟ أولا بالطبيعة نحكي على المرض السكري، وهنا هذا أول سبب يؤدي إلى تصلب الشرايين. هنا نحب نأكد على كونه مرض السكري في جميع المراحل متاعه، يعني كان يكون مرض السكري في بدايته وإلا يكون مرض قديم ومزمن، لأنه المشكل هو بيدو بالنسبة للشرايين. الإنسان اللي عنده المرض السكري معرض أكثر للتصلب متاع الشرايين، وطبعا نشوفه بعد شوية العلامات. المشكلة هنا هو كونه مرض السكري يغطي شوية العلامات متاع الجلطة القلبية، وهذا طبعا نشوفوه بعد شوية في العلامات. ولذا نأكد على كونه جميع المراحل مرض السكري سواء في البداية أو في المرحلة المتطورة يكون الإنسان المصاب بمرض السكري مهدد بالجلطة القلبية. الأمراض الأخرى اللي تؤدي لتصلب الشرايين وتنجم تكون موجودة عند مريض السكري هي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتدخين. هذا هو المصيبة الكبرى عند مريض السكري، لأنه مع السكري والتدخين يكون المريض مهيئ جدا لحدوث المشاكل الكبيرة هذه. وأخر عامل من العوامل هو مرض السمنة بصفة عامة، اللي هو عادة ما يرافق مرض السكري. إذا هنا حكينا شوية على العلامات، وحكينا شوية على الأسباب، نحكي على العلامات نتاع الجلطة القلبية. الجلطة القلبية عادة العلامات نتاعها تكون سهلة، في بعض الحالات تكون صعيبة شوية. تكون سهلة، يعني هنا التشخيص يكون نجم نقولوش بسيطة، ما يكون بطريقة مبسطة، لأنه الجلطة القلبية عادة
ما تؤدي إلى حدوث أوجاع كبيرة في الصدر، كبيرة ومفاجئة. ثم فرق بين الأوجاع البسيطة اللي يحسوها برشا ناس وبين الأوجاع الكبيرة في الصدر، واللي عادة ما المريض يفسرها بالطريقة هذه، تكون ضاغطة على وسط الصدر وعادة بحدة كبيرة اللي رافقها تعرق وانجروم ماليس بصفة عامة. هذه يكون هنا التشخيص نجم نقوله بسيط، لأنه الأوجاع هذه أول ما يجي الإنسان لذهنه كسوسوا المريض وإلا اللي مش يباشر المريض هو جلطة القلبية. ثم بعض الحالات الأخرى خلف الأوجاع في الصدر هي صعوبة في التنفس وإلا نوع من الإجهاد أثناء المشي ولا أثناء أي مجهود بسيط. إذا هنا قلنا الأوجاع وصعوبة التنفس، هنا يكون التشخيص يمكن نقوله بسيط. في بعض الحالات يكون التشخيص صعيب خاصة عند مريض السكري. علاش؟ لأنه أهم علامة في الجلطة اللي هي الأوجاع يمكن ما يحسش بها مريض السكري، وبالتالي هنا تنجم تكون في شكل أوجاع في الصدر مش بالضرورة في وسط الصدر، واللي يمكن إنسان يتخيله اللي هي يكون علامات متاع التهاب في القصبات الهوائية اللي عبروا عليها بالبرونشيت، ولا يمكن تكون أوجاع متاع معدة. إنسان يقول لا عندي وجيعة في المعدة ما يجيش لباله اللي هي وجيعة متاع جلطة قلبية، واللي في بعض الأحيان تخلي يقع نوعا ما التأخير في التشخيص، وهنا وين تصير التعكرات الناتجة على الجلطة القلبية، واللي هي كما قلت في بعض الأحيان قد تؤدي إلى الوفاة. اون فوا دونك التشخيص قربنا له تاع الجلطة القلبية ولا شكينا في الجلطة القلبية، شو المطلوب؟ مطلوب هنا يلزم التوجه لأقرب مركز طبي لتشخيص المرض. به التشخيص مش يكون بوسائل في مرحلة أولى بسيطة، لأنه مباشرة عند القيام بفحص طبي الطبيب اللي مش يباشر المريض مش يقوم بتخطيط رسم القلب اللي هو أهم وسائل التشخيص، ينجم يعطينا تشخيص مباشر للجلطة القلبية. في بعض الحالات نستعين ببعض التحاليل، تحاليل أنزيمات القلب كيف كيف اللي هي تعطينا تشخيص متاع الجلطة القلبية، وفي حالات أخرى نطوروا شوية الوسائل التشخيص اللي هي تولي التصوير بالصدى القلبي اللي نجم هنا في مرحلة متقدمة يظهر لنا لحدوث بعض الإخلالات في الوظيفة متاع القلب اللي هي تكون ناتجة على الجلطة القلبية. هذه الوسائل البسيطة للتشخيص الأولي للجلطة القلبية. في مرحلة ثانية لما يكون التشخيص ما تمش بالوسائل هذه، قد نلتجئ إلى تخطيط المجهود اللي هو كنا عنده دور في مرحلة معينة من المرض. كذلك ثم بعض الوسائل الأخرى اللي هي بلو سوفيستيكي معناها أكثر تطور، كما الليرام كاردياك وكما السكانير اللي هي عندها دور في مرحلة معينة في تشخيص الجلطة القلبية. ولكن أهم شيء في التشخيص متاع الجلطة القلبية هو تصوير الشرايين التاجية اللي يكون سواء عن طريق السكانير سواء عن طريق القسطرة لتصوير الشرايين القلبية بالقسطرة. إذا قمنا بتشخيص متاع المرض، شنو المطلوب؟ شنو العلاج؟ لأنه مهم جدا علاج الجلطة القلبية، لأنه حياة المريض معرضة للخطر، لأنه الجلطة القلبية ما هيش مرض اللي يستنى، لازم مباشرة في الساعات الأولى من المرض يكون التدخل الطبي مجدي وعنده أهمية كبيرة برشا. الهدف متاع العلاج المباشر للجلطة القلبية هو إعادة فتح الشريان اللي قلنا احنا الشريان تسكر في الجلطة. إعادة فتح الشريان مش تكون يا أما بالأدوية، ثم أدوية اللي هو النتيجة متاعها تكون إعادة فتح الشريان مباشرة عندما تتم عن طريق الحقن في الوريد. والطريقة الأمثل هي إعادة فتح الشريان بالعملية القسطرة القلبية، وهذا يجب يكون في الساعات الأولى من المرض
احنا ديما ناكدوا على الشيء هذا، نقولوا في 6 ساعات اللي هي تبدا بعد بدايه الجلطه، وفي احسن الحالات في الساعتين الاولين. علاش هنا؟ باش نتفاداو الاتلاف جزء كبير من الجلطه من عضله القلب، وباش نتفاداو كيف كيف التعكرات الكبرى اللي تؤدي في بعض الاحيان الى الوفاه. نطوروهم بعد الشيء هذا، تبقى ماذا بينا نحكي كيف كيف على الوقايه من الجلطه القلبيه عند مريض السكري. هنا مهم جدا ناكدوا على المتابعه الطبيه بالنسبه لمريض السكري مهما كانت المراحل نتاع المرض، كان هي في البدايه وكان هي عندها سنين من اللي بدات. حتى الانسان اللي عنده مرض السكري ما يكونش يتناول في الادويه حتى يكون سو ريجيم تو سامبلومون، كيف كيف لازم مراجعه طبيه دوريه. من اهم الاهداف تاع المراجعه هذه هو الوقايه واستكشاف الجلطة القلبية قبل ما تحدث. هذاك علاش احنا نأكد بالنسبة لمريض السكري باش يقوم على الأقل مرة في العام بفحص مع طبيب القلب، باش نقوم باستكشاف الجلطة والحالات اللي أقل من الجلطة القلبية. كيف كيف الإنسان اللي عنده مرض السكري ويكون عنده أمراض أخرى، خاصة ارتفاع ضغط الدم، لأن وقت قد ما يكونوا أمراض أخرى يرافقوا السكر يكون أكثر نسبة تعرض للجلطة القلبية. ولذا كيف كيف المراجعة الطبية لمرض السكري من ناحية التعديل والأدوية اللازمة لتعديل ارتفاع ضغط الدم، كيف كيف تعديل نسبة الكوليسترول، لأنه مريض السكر ينجم يكون عنده ارتفاع مزمن لنسبة الكوليسترول في الدم، وهذه من أهم الأسباب كيف كيف اللي تؤدي إلى الجلطة القلبية. ثم حاجة مهمة جدا بالنسبة للمريض السكري هو الامتناع عن التدخين واجتناب التدخين، لأنه السكر مع التدخين يكون التصلب بالشرايين، يكون مش يصير على سنين، يولي مش يصير على شهور، يولي مش يصير على أيام، وتحدث الإصابات بأسرع وقت. هذا يجرنا كيف كيف لأمور أخرى تعني تغيير نمط الحياة، تخفيف من الوزن، اتباع نظام غذائي معين مخفف لهدف متاعه يكون تنقيص الوزن، وبالطبيعة ممارسة الرياضة بشكل دوري. هنا مهم جدا بالنسبة للإنسان اللي عنده مرض السكري ممارسة الرياضة، لأنه من أهم الأسباب اللي تحمينا ضد الجلطة القلبية. إذا كما عملت نظرة عامة على الجلطة القلبية عند مريض السكري، التشخيص يكون بسيط والوقاية تكون سهلة إذا كان الإنسان والمريض يلتزم بالنصائح الطبية بصفة عامة وبالمراجعة الطبية الدورية، باش لا يجب الاستهانة بمرض السكري باش نجمو نتجنبوا الجلطة القلبية. واضح دكتور، يعطيك الصحة على التوضيح نتاعك هذايا الشامل. دونك حسب ما فهمت الجلطة القلبية من أهم الأمراض اللي تصيب بمريض السكري، إسكو فما أمراض أخرين ينجموا يمرض بهم مريض السكري أبار الجلطة القلبية؟ أبار الجلطة القلبية، المريض السكري معرض لنفس المرض اللي هو قلنا تصلب الشرايين، من أهم التعكرات بالنسبة للمريض السكري. تصلب الشرايين اليوم شفناه في القلب يؤدي إلى الجلطة القلبية، كيف كيف نفس المرض يؤدي في شرايين الدماغ للجلطة الدماغية، كيف كيف حتى هذه من أهم أسباب الوفاية عند المريض السكري. نفس المرض، لأنه التصلب لما يمس الشرايين يمس شرايين الدماغ تكون الجلطة الدماغية، يمس شرايين الكلى تكون في أقصى الحالات القصور الكلوي المزمن، ويمس شرايين الأرجل يكون بالتالي انسداد المزمن للشرايين، ويكون هذا اللي نسميه احنا الارتريت كرونيك، وبالطبيعة مش يؤدي هنا لصعوبة في المشي، وفي أقصى الحالات هي تصير عملية لتسريح الشرايين ولا لزرع شرايين جدد في حالة حدوث انسداد كبير في الشرايين متاع الأرجل. مرسي بوكو دكتور على الريبونس بتاعك.